السلام عليكم. الله يسعد مساكم يا شباب. هذا الفيديو بدنا نورجيكم فيه الخلطه اللي بنستخدمها وقت ما يكون عندنا الطير شغال او لاف عش او بيض او فراخ. يعني بدنا اشرع عنها بالتفصيل، يعني شغلات شو تركيباتها الاساسيه. طبعا مقادير، ما في مقادير، يعني انا ممكن اجيب، يعني المهم خلطه يكون داخل فيها كل الانواع اللي حكينا عنها. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين هاي، يعني من اساس مكوناتها فيها خلطة كنار، في عنا عباد الشمس بزر، عنا الشوفان بزر، الخردل بزر، عنا قمز، عنا بريلا، عنا ينسون، عنا شومر، عنا كمون. اللهم صل على سيدنا محمد. ينسون وشومر وكمون، وعنا قمز اخضر، وعنا سمسم ابيض، وعنا بريلا، وعنا شوفان، وعنا النيجر، وعنا قرطم مجروش او عصفر مجروش. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين، يعني هاي الخلطه يعني مناسبه لوقت الغيار ومناسبه لوقت الانتاج. زي ما احنا شايفين الخردل، السمسم الابيض، خلطه كنار عليها، قنبز اخضر عليها، بريلا عليها، بزر فجل، بزر جرجير، حب الرشاد. اللهم صل على سيدنا محمد. قنبز اخضر هيو، العباد الشمس، البريق، الكتان، الشوفان، النيجر، وضايفين عليها خلطة كنار. طبعا القرطم المجروش او العصفر المجروش موجود فيها، وممكن كل فترة نعمل اضافات، يعني ممكن نضيف عليها المكسرات، يعني نقدمها في جوارير، في المعالف للطير. لكن نسبة الخلطة زي ما احنا شايفين هيها، يعني هاي ممتازة جدا لوقت الانتاج. زي ما احنا شايفين هاي بزر الفجل والجرجير والبريلا وعباد الشمس، وعليها طبعا خلطة بريق وينسون وشومر وكمون والشيا والنيجر والقنبز الأخضر والبريلا، يعني جميع أنواع البذور والسمسم الأبيض. هاي الخلطة مناسبة جدا لما نقدم معها الخضار ونقدم معها البيض، يعني أمور الطير بتكون ممتازة جدا. الله يسعد مساك وشكرا لكم. طبعا طيرنا هاي الخلطة أساسها أنك تقدم معها يوميا خضار. هاي الخلطة ثقيلة وقوية، لكن من أساسيات نجاحها أنك تقدم معها يوميا خضار والأشواك البرية وهاي الشغلات، ولازم تكون مقدم الكلس والملح والشغلات هاي والبيض. هاي الخلطة ممتازة جدا لزق الفراخ، وبتجهز الطير، والطير ببيض وبلف عش وانت بتسحب، أموره تمام. الله يجزيكم خير ويبارك لنا ويبارك لكم إن شاء الله. شكرا لكم.